لازم النغمه. العنقري جزاه الله خير ناشره شيء عن وقف الوداد. الدال على الخير كفاعله. شوف اجر يعني بسيط والله العظيم. شكرا الله يوفقك يا العنقري ويكتب اجرك يا رب. وهذا شيء يعني لنا احنا كان ترسل رسائل لنا احنا كذلك انه كلام موجه لنا احنا ندل على الخير دائما. بما انه هذا البرنامج يرعاه هذا الوقف. نعم. جمعيه الوداد لرعايه الايتام. احنا برضو نساهم باقل شيء يا جماعه اللي هو موضوع النشر. يا سلام. ندل الناس. انا والله يعني الواحد لو الان بس لو نتفق احنا الان انه انا بخرج الان من البرنامج هذا وارسل في جروب العائله عندنا اكتب لهم يا جماعه ترى عندنا وقف وجمعيه الوداد وترى وقف رسمي وترى كذا وترى موقعه كذا وترى اكتمل باقي حاجه بسيطه شاركوا بخمسة ريال كل واحد يلا. والله حقيقي تخيلوا كلهم تم 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 عائلتك اهلك بس اخواتك واخوانك خمسة ريال عشرة ريال كل خمسة ريال دخلت كم تجي تسويها؟ واحتسب الاجر فيها. يا الله كلها انت تاخذ اجوره صدقه جاريه. اقول لك موقف صار معي والله صدق في أيوه؟ بالذات في هذا الوقف. سبحان الله احد الامهات تتابعني يعني في السناب وكذا. أيوه؟ احدى الامهات. ايوه تلحي اللوز سبحان الله تقول ايش يعني اوقات انت تكون ترى الناس تاخذ منك ممكن مهما أيوه؟ عرض لهم مهما تفرجوا مهما جاتهم رسائل مهما صار ما ياخذ ممكن من احد. لكن لو تجيب لي واحد مثلا شخص بتاثر عليه جيب لي واحد يحبه فسبحان الله من جد هذا الامر صار معي والله يجعلنا دائما يعني عند حسن الظن ويجعلنا خير مما يظن ويغفر لنا ما لا يعلم لانه صدق يعني جاتني احدى الامهات والله تقول لي يا ولدي والله ارسلت لي مقطع صوت تقول لي يا ولدي انا تبرعت في الوقف عشان سمعت صوتك يعني سبحان الله هذه من الاشياء اللي انا قاعد اقول في نفسي اللهم لك الحمد انه قفلت الوقف هذا بصوتي او انه في انا اشيد للوقت رساله بصوتك اي نعم اي والله نعم يعني انت شوف انت لما تبي تاثر على انا مثلا عندي رحله وابوي مره مو موافق مثلا واحد من اخواني ابوي مره يحبه باجي اكلمه روح بالله اكلم ابوي فسبحان الله بعض الناس ما يتاثر باي شيء يصير قدامه لكن لما يجي من واحد هو يحبه او من واحد هو يتخذ قدوه او من واحد يسمع له ترى بيسوي هو مغمض عينه ترى كلامك مجدي خلاني ادخل الموضوع انه فعلا استفيد من موهبتك ومهاراتك في شيء معين في الدلاله على الخير صح يعني بعضهم ما شاء الله فنان في موضوع ما ادري برامج في برامج نشر معينه كذا يسويها اعطيكم مثال الساده الله يعطيهم العافيه المصورين الان كل واحد منهم لو احتسب الاجر في انه هو اصلا شارك في بث مقطع معين لانه يدل على الخير فلهم اجر ذلك صحيح فعلا الان معانا ربيع معانا جميل معانا وجيه معانا عبد الصمد حبيبي والله ما شاء الله تبارك الله الان كل واحد منهم فعلا والله لو احتسب الاجر انه هذا الان شوف هذا الباركود امسح هذا الباركود او صور وارسل فالدال على الخير كفاعله خلي الناس تشارك كلنا نشارك باذن الله في هذه الخيريه وفي هذه الدلاله بان دلينا على خير انه الناس يساهمون في جمعيه في وقف الوداد التابع لجمعيه الوداد صحيح. الخيريه لرعايه الايتام لرعايه تمام عندنا شباب بوست خاص فيهم ولا فيديو مقطع جاهز يلا جهزوا لنا اياه جهزوا لنا اياه ترى الموضوع بسيط جدا يا جماعه عارفين كيف بسيط جدا طبعا في طريقه اللي تدخل مباشر للجمعيه الخيريه تكتب الوداد تطلع لك جمعيه الوداد تضغط عليها يطلع لك الوقف كذا كذا تختار الوقف مباشره او الباركود هذا شوف الباركود هذا تمسح على الباركود يدخل مباشره على موقع الجمعيه موقع الجمعيه انا ودي والله اروح امسح الباركود ولا من عندك عنك 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 من عندك اروح عنك والله بجرب من عندك والله اقدر إيه؟ دقيقه بالله سوي زوم خلينا نحاول بعد يا عمر يلا خلينا نحاول ضبط ما ضبط معي بعيد الشاشه لازم اقرب بعيد خليني اجرب خليني روح روح قرب قرب اضغط على بس الشاشه بس قرب من الشاشه الان على الباركود يا شيخ هلله ريال ريالين 5 ريال 10 ترى احنا كم في المية يا احمد اخر تحديد اعطونا دخلت عليه شوف والله أيوه. فتح شوف على طول والله يمشي من الشاشه ها فتح شوف. والله شوف ها هنا دخلنا على الوقف هذا تعال اصورك مجدي وقف الايتام ليه باركودنا يا سلام بعدين اضغط تبرع صح كذا يا شباب طلع لي من هنا اضغط تبرع يا سلام اختر الفئه وتختار الفئه نسال الله يكتب لنا الاجر يا رب وتحط المبلغ اللي تبغاه ها والله هنيئا الاجر تبرع يا سلام وتحط المبلغ اللي تبغاه هنا بسم الله على بركه الله يلا تم تبرع وتجيني مباشره فين هنا ايوه شراء باستخدام الابل باي أيوة. تمام نعم هنا. يلا اوكي ها بس يقول لي حط جوالي ليش احط جوالي ليش باقة الجوال؟ ليش ما يحطون باقة علوم؟ شكله يبالك تدخل البيانات رقم جوال دخلت حطيت رقم جوالي حطيت رقم جوالي الان يلا اوكي تبرع له بسم الله يلا ابل بي يلا اوكي جاني على الفيزا اوكي
يا سلام. كم؟ لا اضغط ضغطتين. ضغط يا ابوي ضغطنا. ها آه. ايوه حطينا الرقم السري مره بسيط. شوف تم ما شاء الله تبارك والله تم يا جماعه الحمد لله. نسال الله لكل من يتابعني بنيتكم ترى هذا ما اخذ منك كم ثانيه وهذا وانا ترى كاني لخبطت هذا انت مجدي قام مجدي وهذا وانا بس الباكو وهذا وانا شايب تعرف شيء يبان نظام الكيف احط من جوالي خالد ابو محفوظ ما شاء الله في 10 ثواني ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.